ولقاء متجدد مع قلوب مصري. قلوب مصريه زي ما اتفقنا يمكن من سنين واحنا بنقدم البرنامج صوت الوطن والمواطن. البرنامج بعيد عن المجاملات. البرنامج دعم الدوله، دعم القياده السياسيه مع اي حد ايجابي في البلد. اللي بيشتغل بنقول له متشكرين، واللي ما بيشتغلش بنقول له لا اشتغل عشان بلدك، اللي مسافر بره بنقول له البلد ليها واجب عليك، اللي موجود هنا وصاحب محل او صاحب شركه او ليه في العمل العام بنقول له ربنا يقويك واحنا معاك. في الحقيقه قبل الهوى يمكن بلحظات جالنا خبر، يمكن خبر مؤسف، وفاه احد الاصدقاء يمكن كان ليه تاثير سلبي علينا. يمكن الاستاذ جمال رشدان فقيد ال رشدان بمحافظه الجيزه. احنا البقاء لله وربنا يرحمه وربنا يصبركم. كان انسان عزيز وانسان محترم وانسان خدوم وانسان وطني. كمان اللواء محمد عوض برضو خبر وفاته يمكن احزننا. الرائد محمود العوضي والمستشار احمد محمد عوض وعلي محمد عوض وكل العائله بنقول لهم البقاء لله ونشاطركم الاحزان. خلونا ندخل في حلقتنا النهارده ونتكلم عن الايجابيات. نتكلم عن الايجابيات. يمكن احنا شايفنا الحياه كريمه والسيد الرئيس شفنا محافظه الجيزه والشغل اللي بيتم على طريق المروطيه والكافيهات والرصيف والحمايه اللي بتتعمل للمواطن، لكن في للاسف الشديد في قريه العزيزيه يمكن في شكل مؤسف جدا. يمكن المياه الجوفيه عاليه بدات تدخل البيوت. يمكن لو في صوره هنا يا ريت الاعداد نشوفها. للسيد المحافظ والساده المسؤولين في محافظه الجيزه بنقول لهم يا ريت كلكم تبصوا للمنظر ده، لان احنا داخلين على شتاء والميه بتعلى والموضوع بقى اكثر خطوره. يا ريت تشوفوا الصوره يا جماعه عشان الدنيا كلها تشوفها معانا وتشوف الناس قد ايه حاله صعبه. والسيد الرئيس يمكن المنظر قدامنا يا جماعه المنظر مؤسف جدا، ويمكن الشوارع كلها والبيوت كلها بنفس الحاله المؤسفه في قريه العزية. بنناشد المسؤولين عن رئاسة مجلس المدينة والمحافظة والمتابعة بنقول لهم يا جماعة يا ريت تاخدوا بالكم من الحاجات ديت. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بيهمه حياة كريمة للمواطن الأكثر احتياجا. احنا عندنا للأسف الشديد المواطن الأكثر احتياجا المية الجوفية دخلت عنده البيت. خلونا نرجع بقى لحلقتنا النهاردة ونشوف رجال العمل العام والناس اللي بتخدم بجد. وخلونا نرحب بيهم الأول الأستاذ عتريس أبو عامر، واحد من رجال العام العام في الحمديه. اهلا وسهلا بك يا استاذ. اهلا وسهلا استاذ محمود. الاستاذ محمود سمير درويش، واحد محمد سمير درويش، واحد من رجال العام العام اللي هم العاملين بالخارج، الناس اللي لهم دور واللي اكيد هيكلمنا عن التجربه بتاعته وهو مسافر سنوات طويله. اهلا وسهلا بك يا استاذ محمد. اهلا بك يا استاذ محمود. المستشار احمد فرج النجار، واحد من رجال العام العام وشاب من الشباب اللي ليه بصمه وليه دور حيوي في الحمديه. اهلا وسهلا بك. اهلا وسهلا محمود بيه، ربنا يحفظك. خلونا ندخل في حلقتنا النهارده عشان وقت البرنامج ونسال الاستاذ عتريس، واحد من الشباب المجتهد جدا الصبور جدا اللي قدم خدمات كتير، اللي كان مرشح سابق لانتخابات مجلس النواب، ونقول له يا ريت يا استاذ عتريس تعرفنا بنفسك وفي نفس الوقت البرنامج اللي انت كنت قاصد تخدم به المواطن في الحمديه وفي جنوب الجيزه. انا اسمي عتريس ربيع علي، وشهرتي عتريس أبو عامر، من مدينة الحومضية. أنا بعمل في العمل الخيري من 2008، من أول مرة رشحت نفسي لعضو مجلس محلي. أنا حابب تواجدي في الشارع، أنا بحب الناس، بحب الشعب، أبقى متواجد. والسيد الرئيس طبعا بيدي تعليمات للدولة أو السادة المسؤولين بتنفيذ أي حاجة أو أي حاجة يعوزها المواطن بأقصى جهد. فطبعا احنا بدات اشتغل على ارض الواقع. كان عندنا طبعا غلاء الاسعار، التجار، انتوا طبعا عارفين التجار بتعمل ايه مع المواطنين. بدات اشتغل على ارض الواقع. ايه هي ارض الواقع؟ ارض الواقع اللي هي بدات اتعامل مع التاجر الاساسي او اتعامل مع الجيش. احنا لما نيجي ندور كمواطنين، احنا بنتكلم بقى كمواطنين، كمواطنين لما نيجي نجيب السلعه احنا بندور عاوزين نجيبها من اللي هو التاجر الاساسي، لان احنا لو جبناها من اكتر من تاجر هتبقى مشكله،
هيبقى الموضوع كبير. طبعا انا عملت في على الارض الواقع ونزلت عملت مبادرات مع احد الشركات الجيش وجبت طبعا باسعار كويسه جدا للمواطن وبدات اشتغل على ارض الواقع. دي بالنسبه للاسعار اللي موجوده على ارض الواقع في الشارع. خلينا نبقى نكمل باقي الحاجات اللي حضرتك عملتها لما نسمع الاستاذ محمد سمير، واحد من الناس اللي كانت مسافره بره وواحد من الناس اللي اشتغلت. انت كنت شايف البلد ازاي قبل وبعد وجود السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي؟ والله يعني في طفره حصلت في البلد غير طبيعيه من 2013 لغايه الوقت الحالي، بس ما زال يعني تحضر كلمه السيد الرئيس لما قال لك احنا بنتهاجم من بره ومن جوه، فدي عامله عاقب. بس رغم ان العاملين بالخارج كانوا قبل كده ما كانش يعني المصري كان في حاله لا يرثى له في الخارج قبل 2013. بصراحه الوضع اختلف 180 درجه بالنسبه لنا احنا كمصريين في الخارج، في الوضع بتاع السفارات، في الوضع بتاع الخارجيه المصريه بره. طب انا استاذنك هنطلع فاصل ونرجع تاني. نكمل مع الاستاذ محمد سمير ونشوف الدوله قبل وبعد وجود السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. نرجع لحديثنا ان احنا قبل كده كنا في الخارج كنا بنشعر بان المصري حاجه تتكسف منها زي ما بيقولوا. اما بعد سياده الرئيس من 2013 فيما نوصل لدلوقتي، لا الوضع اختلف معانا جدا. المصري كرامته متحافظه متصانه، يعني من ابسط الامثله في حالات الوفاه كان المصريين الاول بيبقى شايل لا قدر الله حاله وفاه ازاي هيروح يدفن في بلده، يشيل هم التكاليف. في ناس ما كانتش بتقدر على التكاليف دي. في الوقت الحالي لا، الخارجيه بتتكفل باي شخص بينزل في حاله الوفاه بتوديه لغايه بلده والكلام ده كله. ايوه. بس في سلبيات ان في مهاجمه على الرئيس والانجازات بتاعته في الخارج. من بعض الناس مش من كل الناس. مش كل الناس، بس يعني مشكله ان احنا نقول ان الاخوان والمتربصين بالدوله كتير وموجودين والمتربصين في الدوله، واحنا موجودين النهارده عشان نصحح وعشان نرد نيابه عن الدوله. هو ده الاعلام اللي المفروض ان احنا، ده اعلام الدوله اللي المفروض ان احنا عارفين ايه اللي بيتم وايه اللي هيتقال وايه اللي المفروض ان احنا كلنا في كتف الرئيس وفي كتف دولتنا عشان المواقع والصفحات اللي هي بتهاجم وهي مش فاهمه. احنا يمكن المداخلات بدات معانا سريعا. معانا الدكتور محمد مهدي مسؤول مستشفيات وحضانات. اهلا وسهلا بيك يا استاذ محمد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام يا دكتور. ازيك يا فندم؟ ازي حضرتك يا استاذ محمود؟ ازي حضرتك؟ الله يخليك. انت شايف الناس اللي هي بتاع العمل العام في الحوامديه دورهم ايه معاك في الحضانات وفي المستشفى وفي القصه دي؟ الناس دي بتشتغل بمقابل ولا بتشتغل عشان تخدم الناس؟ هو مبدئيا بس حابب اوجه الشكر لبرنامج قلوب مصريه وقناة الصحة والجمال بشكل عام. شكرا جزيلا. ولحضرتك برضو بشكل خاص والسادة الضيوف والأستاذ عتريس أبو عامر فخر مدينة الحوامدية والسيد المحافظ ربنا يبارك فيه. الأستاذ عتريس طبعا قايم معانا بعدة مبادرات كبيرة جدا لتخفيف العبء عن المواطن. أيوه. في كافة المجالات وأكثرها طبعا الأخيرة للمجالات الطبية. يعني الراجل بصراحة مشكورا بيتعاون في كل شيء بدون مقابل، ونتمنى ان يكون في كل بلد حد مثال زي الاستاذ عتريس ابو عامر. انت عامل المداخله دي عشان تشكر في الاستاذ عتريس ولا احنا عاوزين نشوف هو عامل ايه الراجل ايه الخدمات اللي بيأديها؟ يعني انت والله الاستاذ عتريس يعني هو الراجل لم يغفل، يعني هو الراجل مشكورا دايما تواصل مع المريض بشكل شخصي. طب احنا عاوزين نستغل وجود حضرتك معانا على الهواء في البرنامج ونقول لك ان احنا لو عندنا حالات يا ريت حضرتك تبقى تستقبلها جاي عن طريق البرنامج وتسهل الامور معاهم شويه. انا عارف الحضانات اللي هم دي في الحوامديه بتذبح المواطن، ويمكن كل واحد دلوقتي لما بيودي ابنه حضانه ولا يودي طفل رضيع الحضانه للاسف الشديد الموضوع صعب. هو كلام حضرتك طبعا ده صحيح، ولكن احنا بنحاول ان احنا ننشق عن الفكره دي بمعلومه ان احنا نقدر ندخل الطفل معانا في المكان الخاص لحين توفير مكان عام، بنقدر نخفف على قد ما نقدر الطفل الغير مقتدر، نقدر ان احنا ندخله بمصاريف رمزيه ونعمل بلاغ فوري لطوارئ الوزاره، وبنتواصل فورا مع الاستاذ عتريس الراجل مشكورا بيكلم كل الساده الافاضل المتواجدين في المستشفيات العام وهم بيعملوا له خاطر كبير جدا
وبنقدر نتواصل. يعني احنا عاوزين ناخد من مداخله حضرتك ديت بس تعهد او نقول حاجه انك هتعمل خصم او هتتيح اماكن للاطفال اللي هي الغلابه واللي مش قادرين. يعني عاوز اخد منك تصريح عشان هتبقى ملتزم بيه الحلقه الجايه، لو ما التزمتش هتبقى الحلقه كلها على ولي العهد. لا لا ان شاء الله باذن الله احنا تحت امر المواطن الغير مقتدر نقدر ان شاء الله نتعاون بشكل جذري ومفيش اي مشكله خالص، وتحت امر حضرتك واحنا بنتعهد بده. مركز ولي العهد في مدينه الحوامديه تحت امر اي مواطن غير مقتدر في حاله عدم وجود ماديات، نقدر نخفف اكتر او على اكتر ما يعني نتحمل، يعني نقدر ان شاء الله باذن الله يعني نتحمل جزء باذن الله. احنا بنشكرك يا دكتور محمد، واكيد الكاميرات البرنامج هتنزل عند حضرتك في المستشفى وفي الحضانات وهنصور على ارض الواقع باذن الله. تحياتنا لحضرتك يا دكتور محمد. نرجع للمستشار ودورك ايه في العمل الخدمي في الحوامديه بالتعاون مع الاستاذ عتريس والاستاذ محمد؟ والله يا استاذ محمود انا بشكر حضرتك على اللقاء الجميل دوت. شكرا جزيلا. ونتمنى من جميع المواطنين اللي قادر يحقق اي خدمه لصالح المواطن ما يترددش، لان الوضع اللي احنا موجودين فيه حاليا في ظل الظروف اللي موجوده عالميا واقليميا والكلام ده كله، ان احنا محتاجين تكاتف من جميع يعني كل من هو مقتدر ان هو يقدر يقدم تسهيل على المواطن من ناحيه الغذاء. يعني دكتور محمد مشكورا حضانه ولي العهد، يعني حاجه جميله جدا، حاجه يعني هو الراجل مستعد ان هو يعمل اي حاجه، فان شاء الله نشوف الصور بتاعه عشان نتكلم عنها. عايزين يبقى في عدد كتير من المبادرات دي موجوده، المجتمع الاهلي كلنا نشارك ان احنا. حضرتك شايف الصور ممكن تعلق عليها؟ في صور مبادرات وفعاليات لكم على ارض الواقع. دوت دوري الشباب بقريه ام خنان، كنت الاستاذ عتريس والاستاذ محمد وانا كنت متواجد هناك. الدوري دوت بيقام سنويا لتشجيع الشباب لممارسه الرياضه والاعمال الخيريه. طبعا التدخين والمخدرات والتوجيه طبعا معاليك برضو، لان معاليك عارف ان يعني مدينه الحوامديه برضو محتاجين جهد كبير فيها. ايوه. طب نرجع للاستاذ عتريس ونقول له ايه المبادرات اللي انت ساهمت فيها يا استاذ عتريس اللي تخليك تبقى في يوم من الايام نائب للشعب؟ والله انا بامل في حاجات كتير وبتمنى، الدوله بتتعاون معايا طبعا بس بتمنى من بعض المسؤولين التعاون اكتر على ارض الواقع. انا دايما لما بكلم مسؤول او اتحدث معاه بقول له حضرتك سيب الرسميات وانزل الشارع، حس بالمواطن، انزل اعرف المواطن عاوز ايه. تمام. انا بدات اعمل بعد المبادرات يعني المعامل التحاليل، لان انتوا طبعا عارفين معامل التحاليل دي بتبقى اقصى حاجه، الفلوس كتير والمواطن مفيش. نزلت على ارض الواقع في معمل البوشي، في معمل ناي لاب، ده الدكتور احمد راجل محترم بيتعاون معانا. انا شايف لك صوره، عاوز تعليق على الصوره دي. ده كنت عامل مبادره مع احد الشركات الجيش، وبالفعل لبوا المبادره ونزلت على ارض الواقع بمساعده المواطنين، لان احنا كلنا بنمثل بعض وكلنا واحد. انا بعتبر نفسي اقل واحد موجود في الناس دي. ده السيد رئيس المدينه راجل متعاون معايا فعلا في مدينه الحوامديه، اللي هو كمال، راجل محترم كان مامور سجن مزرعه الترى، راجل بيتعاون معاه. وده الكابتن محمد يحيى، راجل موجود معايا فعلا على ارض الواقع برضه، وانا حابب اشكرهم من خلال البرنامج لان هم ناس محترمه جدا. طب ناخد الاستاذ محمد ونقول له انت كلمه بتقولها للناس المسافرين بره، ازاي ان احنا نحافظ على سعر الدولار ونحافظ على عملتنا ونحافظ على الجنيه المصري، وانت شايف الناس بتحاربنا بره ازاي؟ والله انا بناشد كل المصريين في الخارج ان التحويل يكون عن طرق القنوات الرسميه، ونبعد عن اللي عايزين يهدموا البلد ويحطموا اللي بيعمله سياده الرئيس والتطور اللي هو بيحصل، لان المحاربه بره غير القاهره يعني في قلب البلد، هنا اسهل ان انت تحارب، اما بره صعبه جدا لما تعيش بره وتلاقي مثلا المغترب بره بيجي. يعني انت حضرتك واحنا قبل الهوا كنت بتكلمني بتقول ان في بعض الناس لما بيجي واحد مصري مسافر بيجي يحول فلوسه لاولاده ولا بالدولار، بالظبط بيجي ناس بره بياخدوها منه باعلى من البنك وكده، يعني اعلى بنسب عاليه جدا.
يعني ده بيدل ان الحرب مش حرب ان انا اغتني، هو بيحارب، بيحارب كبلد، بيحارب البلد، عايز يحطم البلد، هو يخسر مش مشكلة عنده بس يحطم البلد. تقول ايه للمواطن المصري اللي هو مسافر بره اللي هو عشان يتفادى الحتة دي؟ انا بناشد المصريين الطرق الرسمية عن طرق البنوك، ان انت تحول عن طرق البنوك اسهل شيء وافضل شيء وامان ليك كفلوس والاولادك، والعائد راجع لك انت. الفرق اللي انت بتشوفه انت بتاخده على ارض الواقع من انجازات الطرق، من انجازات مبادرات الرئيس في الاسكان، في الاراضي، في ده، في ده، كل ده انجازات للسيد الرئيس، ما محدش بيتعاون معاه فيها. احنا عايزين نتعاون مع الرئيس، نشد العاملين في الخارج لزاي. نرجع للمستشار ونقول له ازاي نتعاون مع الرئيس واحنا بلد زراعي اصلا، يعني الجيزه معروف ان هي فيها رقع زراعيه كتير، الناس هجرتها دلوقتي، اللي عنده قطعه ارض بدا يبيعها وبطل يزرعها، اشترى توك توك، الراجل بقى بيشتغل على توك توك وساب الارض واشتغل في التكاتك. تقول ايه للناس دي، الشباب اللي هو قاعد عاطل دلوقتي، اللي ساب وظيفته الفني والكذا وكذا واشترى توك توك وقاعد جنبه؟ احنا نتمنى من جميع الشباب ومن جميع المزارعين ان احنا نبدا حمله كبيره للزراعه، وتكون تحت قياده الرئيس عبد الفتاح السيسي، ان هو نبدا نعمل اكتفاء ذاتي من السلع الاستراتيجيه. احنا الوقت عندنا مشكله في الدولار ومشكله في الاستيراد وبنسمع الكلام ده كله، فاحنا عايزين يبقى عندنا اكتفاء ذاتي من السلع الاستراتيجيه. حتى احنا عندنا ابسط مثال استاذ محمود، يعني الارز سعره ارتفع جدا، ارتفع ليه؟ لان احنا رحنا المزارع بيزرع الارض، يجي رجل الاعمال ياخد منه الارز ويتم، يعني مش عايزين نقول تعليق مش كويس، يعني بيتم ان هو بيخزنه بحيث ان سعره يرتفع، وفي الاخر بيبقى عبء على المواطن، ونلاقي ان السلعه سعرها مرتفع جدا والمواطن مش قادر ان هو يقاوم غلاء الاسعار. فاحنا يعني من خلال قناه حضرتك والبرنامج الجميل بتاع حضرتك دوت، احنا بنناشد وزير التموين ان يتم شراء الارز من المزارعين، الدوله تقوم بشراء الارز من المزارعين. بعد كده انت هتشتري من المزارع بكام؟ هتشتري مثلا الطن ب 7000 جنيه، فلما تيجي الدوله تبيعه ب 11 او 12 هيبقى سعره مناسب. انما حضرتك الوقت رجال الاعمال بتاخده من المزارع ويبدا يبيعه للمواطن ب 18 جنيه وب 20 جنيه. ويمكن من يومين بالظبط كان في اجتماع للسيد رئيس الوزراء مع المسؤولين، وان شاء الله في خلال ايام هتبقى التسعيره الجبريه موجوده، وموجوده على كل الاصناف، ويبقى في حساب عسير للتجار اللي هي بتخالف التعليمات. احنا معانا كمان في مداخله ثانيه الاستاذ جمال حسن. اهلا وسهلا بيك يا استاذ جمال. اهلا بيك يا فندم، ازي حضرتك؟ الله يخليك. انت حضرتك عامل مداخله، حابب تقول حاجه للناس بتوع الحمديه بتوع العمل العام، اتفضل. والله انا حابب ان انا ارحب بحضرتك الاول وباستاذ عدريس ابو عامر اللي هو رمز للشباب، ربنا يبارك في عمره وخدوم وكل الناس بتحبه. والله يعني ده كان ليه موقف معاك ولا انت شايفه على ارض الواقع كده بيشتغل؟ هو مواقف مع الناس كلها، والمواقف بتاعته طبعا بتدل على صفاته واخلاقه بصراحه. يعني شاب طموح ومحترم جدا. شكرا جزيلا استاذ جمال، الرساله وصلت، وواضح ان الاستاذ عتريس ليه جمهوره في الحومديه والناس المتابعين ليه. خليك نكمل حلقتنا النهارده، وكلمة بيقولها الأستاذ عتريس للمواطن اللي عمال يشيد بيك. أنا أقول للمواطن أنا تحت أمره وأنا موجود في كل وقت وفي كل بيت، أنا بعتبر بيوت مصر كلها بيوتي، وكل مكان مكاني، وأنا تحت أمر الناس كلها، لأن أنا واحد منهم. أنا طلعت وتعبت وشقيت عشان أبقى موجود في العمل الخدمي، فأنا تحت أمر أي حد، محدش يتردد في لحظة. بس أنا يعني ليا حاجة بسيطة جدا من المسؤولين، ان ينزلوا على ارض الواقع. انا في بعض المسؤولين بيلبوا الرغبات وبينزلوا بينزلوا على ارض الواقع وبيشتغلوا معايا. يعني انا رئيس المدينة موفق معايا، السيد المدير التنفيذي للمحافظة نفس الموضوع. وحابب اشكر الدكتور احمد صاحب معمل نايلاب، لانه هو راجل محترم جدا، وراجل لما بنبعت له حالة غير قادرة، او الدكتور محمد بصراحه ما بي عموما مش. احنا استاذ عتريس هننزل وهنصور وهنصور غير من غير ما نرتب معاهم. احنا معانا تاني حد من الحوامديه، الاستاذ احمد. اهلا وسهلا بك يا استاذ احمد. الو،
الو، السلام عليكم يا فندم. وعليكم السلام استاذ احمد، اتفضل. اهلا بحضرتك. انا طبعا برنامج من اشد المعجبين بيه يا فندم. الله يخليك يا فندم. وطبعا برحب بالساده الضيوف اللي مع حضرتك، الاستاذ عدريس ابو عامر، رمز من رموز التعاون، موجودين في الحمديه يعني مش غريبه عليه طبعا. والاستاذ محمد سمير طبعا من الناس اللي فعلا اللي تواجدهم كان موجود في الشارع المصري وفي الحمديه بقالهم فتره الايام اللي فاتت، والاستاذ احمد. بس انا ليا تعقيب صغير كده وبيبقى رجاء بمعنى ادق. اتفضل. احنا عايزين نناشد الناس ان اللي يشوف حاجه غلط يتكلم، لازم نتكلم. حضرتك النهارده لو انا ما اتكلمتش وده ما اتكلمش وده ما اتكلمش وده ما اتكلمش مش هنقدر نوصل. الجشع التجار اللي موجود دلوقتي هو ده اللي هيوصلنا. يعني الاستاذ عرفت مش هقدر كل ده لوحده. الرسالة بتاع حضرتك، رسالة حضرتك وصلت. يمكن انا فعلا المفروض كنا نتكلم ونلقي الضوء عليها النهارده، واحنا بنتكلم عن المواطن فعلا ودوره في الشارع، انه يبقى سند للجهاز التنفيذي وللموظف التنفيذي. يعني بتاع التموين، مفتشين التموين خمسه مثلا في مكتب على بلد فيها مثلا 100,000، لازم المواطن يساهم ولازم يدعم ولازم هو التاني مفتش عشان يقول له ان فيه الحته الفلانيه والمخبز الفلاني عشان يقدر الراجل يشوف شغله ويتابعه. انا فعلا انا مع حضرتك في الكلام دوت، والف الف شكر ليك. نرجع للاستاذ محمد سمير ونقول له كلمه بتقولها للمواطن اللي قلبه على بلده، وبتقولها للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، انت طالب منه ايه؟ والله انا بقول للمواطن اقف في ظهر البلد واقف في ظهر الرئيس، لان الانجازات اللي بتتعمل دلوقتي دي لسنين لقدام، لاولادك ولاولادي ولاحفادنا. وبناشد سياده الرئيس، يا سياده الرئيس انت بتتحارب جوه وبره. ومعلش في بعض المسؤولين مش قادرين يواجبوا حضرتك في السرعه اللي انت عايز تنجز بيها، وده عامل لنا عقبه للمواطن الضعيف. كلام جميل. ورساله اكيد هتوصل للمسؤولين. رساله جواها كلام كتير، ان يا جماعه السيد الرئيس مش عاوز الموظف اللي قاعد على الكرسي في التكييف قاعد يشرب في شاي وقهوه ويتابع من خلال التليفون. معانا مداخله ثانيه الاستاذ مصطفى. اهلا وسهلا بيك يا استاذ مصطفى. اهلا وسهلا بيك يا فندم. اتفضل يا فندم معاك. والله انا حابب بس اتكلم عن مجموعه الشباب المشرفه اللي موجوده امامكم، يعني الاستاذ ادريس ابو عامر، الاستاذ محمد سمير، الاستاذ احمد. الناس دي محترمه جدا، الناس دي بتقدم خدمات رهيبه لمدينه الحوامديه، الناس دي بتدفع فلوس من جيوبها، الناس دي بتساعد الفقراء بصراحه يعني، وبالاخص الاستاذ عتريس ابو جامع والاستاذ محمد سمير. يعني الناس دي بتجري من بيوتها الساعه 3 الفجر والساعه 2 الفجر وبتخلي وبتحارب الجشع وبتحارب الغلا، يعني بصراحه ربنا يوفقهم ويساعدهم على اللي جاي، وكلنا في ضوء مصر الحبيبه. شكرا جزيلا، شكرا جزيلا يا فندم. نرجع للمستشار ونقول له كلمه تقولها للمواطن في الحوام دي. نتمنى من جميع المواطنين اللي يقدر يقدم اي خدمه ان هي تخف الاعباء عن المواطن، ما يترددش. قادر تشارك في مشروع غذائي ما تترددش، قادر تشارك في ان احنا نقلل اسعار الخضروات ويبقى نشيل العبء عن المواطن ما تترددش. قادر في واحد او في شخص تاجر عنده جشع، عنده بيغلل اسعار على المواطن، بيحتكر سلعه، بلغ عنه الجهات الرقابيه، لان لازم كلنا نتكاتف علشان نعدي المرحله اللي احنا موجودين فيها ديت من غلاء الاسعار. كلام حضرتك سليم، ولازم فعلا مصر لينا ومصر بينا، ودايما وابدا بنقول تحيا مصر. انا في نهايه البرنامج اللي عدى وقته سريعا بشكر ضيوف الكرام الاستاذ عتريس، شكرا جزيلا استاذ عتريس. شكرا الاستاذ محمد سمير، شكرا جزيلا استاذ محمد. المستشار احمد فرج، اشكرك جدا. شكرا محمد بيه، ربنا يحفظك. احنا طبعا الوقت عدى سريعا مع وعد بلقاء متجدد. خالص تحياتي محمود عوض.